ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على تاجري مخدرات في بغداد وبحوزتهما 9 كيلوغرامات من المخدرات، حيث نشر جهاز الأمن الوطني مقطع فيديو يظهر العملية الأمنية التي تم بموجبها إلقاء القبض على المتهمين، والذي تضمن أيضا عرض اعترافاتهما. تاجريت عن طريق ابراهيم توي ابراهيم العرج، جيت ناقل بالتكتك مالتي ترى هو يعني يبيع بالتكتك، بعدين القوا القبض على ابراهيم برمضان، قبض عليه بالسوق جاي اصلح بالدراجه مالتي، حققوا وياي اخذتهم البيت مالتنا سيدي، ضبطوا بحوستي 6.5 كيلو و4000 حبايه. 6.5 كيلو شنو؟ 3.5 حشيش و3 كريستال. خابرني احد تجار المخدرات سيدي، قال لي اريد كميه من الكريستال، جبت له قال اريد ربع كريستال، كيلو حشيشه و2000 حبايه مخدره و0.1. خابرت على احمد قال لي تعال خذهن وجيب فلوسهن، اخذتهن رحت اعطيهن للتاجر الكريستال وتم القاء القبض عليه.